واضح بالنسبة لكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أي حكيم واضح. شكر الله لكم. نبدأ بالمحاضرة الثانية من المداواة السريرية، ونتحدث في هذه المحاضرة عن أدوية السكري المحاضرة الثانية، ونتطرق فيها إلى العديد من المواضيع الشيقة الشائعة، ونبدأها بخطر السكر الفموية، ثم نذهب إلى البيوغوانيدات، ثم السلفونيرات، وثم مثبطات الدي بي بي 4، وأيضا الميجلي تينيدات، ثم جلوتاسيون، ثم مثبطات أو مثبطات الاس جلاتو، ومثبطات الجليكوزيديز ألفا، والتدخلات الدوائية لهذه الخفضات الفموية، وننهي بخطوات تدبير مريض السكري من النمط الثاني. بدء تستعمل خفضات سكر الدم لمعالجة مرضى أداء السكري من النمط الثاني NIDDM. حكيم ما ضل في صوت. أنا الصوت عندي ما واضح، إذا واضح أنت حدا يخبرنا. لا الصوت مو واضح. الانسولين والتي تتبع الى الميجليتينيديز هي ريباجلينيد وميتاجلينيد. اما الادويه التي لا تنبه افراز الانسولين فهي ذات اربع تصنيفات اساسيه، نبداها بمثبطات الفا جلوكوزيديز، ثم البيوجلينيز، ثم فيتازيون اللي هي تي زد دي وهي مشابهات البي بي ار، ومثبطات الدي بي IV. نبدأ بمثبطات ألفا جلوكوزيديز وهي تتبع للأكربوز بشكل أساسي ومنها الميجليتول، وأما البيجونيدز وهي الميتفورمين بشكل أساسي، أما جلوتاسيون أو جلوتازونز هي الروزي جلوتازون بشكل أساسي والبيو جلوتازون وهو شائع الاستخدام، أما مثبطات الدي بي 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 IV فهي سيتاجليبتين. بالإضافة إلى الزمرة الدوائية الحديثة مثبطات الإسجلات 2 وهي مثبطات ناقلة الصوديوم من النمط الثاني صوديوم جلوكوز كونترانسبورتر 2 والتي ليس لها تأثير على إفراز الإنسولين وتعمل على زيادة أطراح السكر في البول، ومن الأمثلة عليها المثال الشائع المستخدم في الدول المتقدمة هو إمبيجيفلازين. أما الأدوية الأخرى التي تزيد الوزن من خفضات السكر فهي الإنسولين والسلفونيليوريا وميجليتيديز وتيزيدي. أما الأدوية التي تنقص الوزن فهي الميتفورمين ومشابهات الأميلين مثل البراميلينديد أو براميلينتايد ومشابهات الإنكريتين مثل الإكزينتايد. من الأدوية المهمة الخافضة لشحوم الدم الميتفورمين. لاحظنا أن الميتفورمين هام جداً، هو أهم دواء في السكري حقيقة، ينقص الوزن ويخفض الشحوم ويستخدم لتدبير البدانة، وأيضاً وهو من فئة البيو أو الباي كونيديز. ما هي الآليات المعروفة والمتبعة لتأثير الأدوية الخافضة لسكر الدم؟ إن معظم الأدوية التي تخفض السكر الدم لها تأثيرات متعددة ويتم دراستها تباعاً حسب الأبحاث، ووقفها حسب هذه الأبحاث إلى آلية تأثير مباشرة أو آلية تأثير غير مباشرة أو آلية تأثير رئيسة أو تأثير ثانوية. نتطرق إلى الأشياء منها بشكل هام وحاسم. أهمها على الإطلاق هو الميتفورمين. آلية تأثيره الأساسية هي زيادة حساسية مستقبلات الإنسولين، وبالتالي زيادة عملية استخدام الجلوكوز وقبض الجلوكوز من قبل الخلايا المحيطة. الجليتازيونات تعمل بهذه الآلية أيضا، ولها آلية أخرى تأثير إضافي ثانوي سكندري، وأنها تثبت قبض السكريات من الأنبوب الهضمي ويطرح بالبراز.
بينما آلية تأثير السلفونايتس أو السلفونيلرات هي زيادة إفراز الأنسولين من الخلايا بيتا. إذا كان الأنسولين موجود بخلايا بيتا فهي بتزيد إفرازه. أما مجموعة مثبطات جلوكوزيديز ألفا فهي تمنع تحلل الكربوهيدرات وبالتالي تثبط من امتصاص السكريات في الأنبوب الهضمي أيضا. أما مثبطات الدي بي بي آي في فهي تعمل بشكل أساسي على زيادة مستويات الناقل جي ال بي واحد بشكل غير مباشر. هذه آلية دوائية بحتة نلحظ هنا بشكل مبسط آلية إنتاج وزيادة قبض الجلوكوز. فنلحظ أن آلية تأثير أدوية خفض السكر على شكل أساسي سيلفونيل يوريا يزيد إفراز الإنسولين. أما ألفا جلوكوزيديز إنهيبيترز مثبطاته يعني تنقص هضم السكاكر المعقدة. أما الباي كونيديز فإنه ينقص إنتاج الجلوكوز الكبدي. أما ثيازوليديز فإنه يزيد من قبض الجلوكوز. فيثبت هذه العملية. الآن ننتقل إلى هذه الزمر زمرة زمرة، كيف يتم استخدامها في العلاج وما هي درجة أهميتها وتصنيفها وترتيبها وكيف نبدأ عند مريض السكري فيما كان وزنه زائدا أو لديه بدانة أو لديه نقص بالوزن. الميتفورمين وهو أهمه على الإطلاق وهو الخيار الأول في معالجة أداء السكري من النمط الثاني في الحالات المشخصة حديثا، ينقص الوزن قليلا نتيجة نقص الشهية، لذلك يعد الخيار مفضل عند المرضى البدينيين. يمكن أن يستعمل لوحده أو بالمشاركة مع أدوية أخرى خافضة للسكر الدموي وعلى رأسها السلفونيل أورات، ولا يحدث هبوطا في سكر الدم لدى استعماله لوحده في المعالجة. كثيرا ما يأتي العديد من المرضى إلى العيادة الداخلية ويقول أنه نزل سكره لما أخذ الميتفورمين. هذا الشيء غالبا مو صح، إنما نزل سكره لأسباب تانية، إما كان بياخذ أنسولين أو خفضات سكر فموية من زمرة أخرى. فالميتفورمين لا يسبب انخفاض سكر الدم. فالميتفورمين أيضا يعتبر خيار وقائي، فإنه ينقص حدوث أداء السكر عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تحمل السكر. قدرته على خفض مستويات شحوم الدم بشكل معتدل، ويزيد الشحوم الحميدة HDL، وينقص الكوليسترول والفيري لو دنسيتي ليبوبروتين والLDL وتريجليسيريد. تظهر تأثيرات الخفض للشحوم بعد حوالي شهر ونص من الاستعمال. أيضا يستخدم في البوليسيستيك أوفري المبيض متعدد الكيسات، يستخدم في تحسين وظيفة المبيض. اقتراحه يكون كلويا فقط، الجرعة مقدار 1-3 جرام يوميا بعد الوجبات مباشرة 2-3 مرات. تأثيراته غير مرغوبة غثيان بشكل واضح، إقياء أحيانا، إسهال أحيانا، آلام بطنية قليلا، وهي تتعلق بالجرعة. كل ما زادت أكثر ممكن تزيد هذه التأثيرات الجانبية. من التأثيرات النادرة والتي قد تحدث أحيانا الحماض اللبني لاكتيك أزيدوزز، ويجب التفكير به إذا اشتكى المريض من تعب مترافق مع ماس عضلي تراكم حمض اللبن في العضلات. يجب إجراء عيار شوارد الدم وخاصة البوتاسيوم واللاكتيت بشكل إسعافي. تراكم اللاكتيت بشكل إسعافي، حماض لبني، حماض استقلابي، حالة إسعافية تحتاج إلى قبول في المشفى، قد تحتاج إلى عناية مشددة وتدبير اضطراب الشوارد الحاصل. يحدث الحماض اللبني غالبا عند المسنين الذين يعانون من أذية كلوية فيها اضطراب بطرح البوتاسيوم أو استقلاب الصوديوم أو عودة امتصاصه مع البيكربونات. يزداد احتمال حدوث في حال وجود قصور كبد أو تسمم كحولي أو هايبوكسيميا نقص أكسجين أو زيادة الجرعة عن الموصى بها من قبل الطبيب الغدي أو الداخلية. ما هي آليات التأثير المعتبرة للميتفورمين؟ الكبد فآليته الرئيسية هي إنقاص الإنتاج الكبدي للجلوكوز عن طريق تثبيت استحداث السكر. يعني زيادة الإنتاج الكبدي للجلوكوز هي المصدر الرئيسي لزيادة سكر الدم في النمط 2 من الداء السكري وزيادة سكر الدم الصيامي. البنكرياس ينقص المقاومة للإنسولين بتأثير مباشر على الخلايا. في الأمعاء يبطئ امتصاص المعوي للسكريات. في النسج المحيطية ينبه قبض واستعمال الجلوكوز في النسج المحيطية العضلات والخلايا الشحمية. لذلك تأثيرته الأساسية على سكر الدم الصيامي وبشكل أقل على سكر الدم بعد الوجبات. في هذا المخطط البسيط ندرس فيه آليات تأثير الميتفورمين على الأعضاء المختلفة. بالنسبة للأمعاء الانتستين
ينقص امتصاص الجلوكوز، جلوكوز ابسبشن بينقص يؤدي نقص جلوكوز الدم، وبالتالي نقص مقاومة الانسولين. اثنين، التأثير على العضلات والنسيج الشحمي muscle and adipose tissue، فإنه يؤدي إلى زيادة تمثيل واستخدام السكر في هذه الأنسجة، مما يزيد قدرة استقلاب هذه الأنسجة مثل قوة العضلات واستقلاب النسيج الشحمي. البنكرياس، فإنه يؤدي إلى زيادة إفراز البنكرياس للإنسولين وينقص من المقاومة لإفراز الإنسولين. أما على مستوى الكبد فإنه يقلل من إطراح الجلوكوز أو إفراز الجلوكوز الكبدي، الكبد ما بقى يعطي جلوكوز على مستوى الدم مثل ما كان يعطي قبل. هي كانت تأثيرات هامة جدا للمتفورمين. بعض الملاحظات القيمة، الميتفورمين يعطى فمويا بجرعة دوائية بين 1-3 جرام مرتين 3 مرات باليوم، ببلش بنص جرام مرتين باليوم وما بصير نطلع أكثر من 3 جرام خشية حدوث بعض التأثيرات الجانبية مثل الغثيان والأقية والألم البطني وأيضا الحماض اللبني. توجد منه أشكال سائلة وأشكال بطيئة التحرر مديدة التأثير، واستقلابه الأساسي كبدي ويطرح عن طريق الكلية، لذلك يجب الانتباه لوظائف الكبد وظائف الكلية عند استخدام ميتفورمين. ممكن نعمل ALT أو AST بيتي ألبيومين وتوتال بروتين، ممكن نعمل كمان كرياتينين ويوريا عشان نطمن على وظائف الكبد والكلية عند استخدام ميتفورمين بعد 6 شهور من استخدامه أو سنة يصاب باستخدام بإجراء هذه التحاليل الروتينية. ما هي مضادات الاستطباب؟ هي 5: الحمل، لكن هناك بعض الكلام حاليا على هذا الموضوع أنه يجوز أو لا يجوز، ولكن هنا نعتبره مضاد استطباب. الإرضاع والقصور الكبدي والكلوي حقيقة، لأنه يستقلب كبديا وطرحه كلويا، وميوكارديال انفراكشن احتشال العضلة القلبية. ما هي الورنينج والبركوشن؟ ممكن ناخذ بعض الاحتياطات، مراقبة تخطيط الاي سي جي والكرياتينين بشكل منتظم. ما هي المزايا الهامة لاستخدام الميتفورمين بشكل عام؟ ينقص من الهيموغلوبين A1C الخضاب الجلوكوزي، ولكنه قد يؤدي إلى تأثيرات غير مرقوبة هضميا. يمكن مشاركته مع الأدوية الفموية الخافضة للسكر وكذلك الإنسولين، ولكن لا يمكن استخدامه مع عند المصابين بقصور القلب وقصور الكلية والكبد. يتوفر بأشكال مديدة التحرر وبشكل سائل، قد يؤدي إلى نقص الفيتامين B12 بسبب نقص اتصاصه المعوي ربما. يعطى عند المرضى المدينين، له طعم معدني، طعم معدني ينفرز في يعني شلون يعني ينفرز بالغدد اللعابية على شكل طعم معدني. أيضا مين من الزملاء ممكن يعطينا اسم دواء تاني بيعطينا طعم معدني إذا تم استخدامه فمويا مثلا، هذا ممكن يعطينا اسم دواء تاني بيعطي طعم معدني، ممكن هذا من الزملاء يساعدنا. أدوية الصرع هكين، أحسنت، ممكن، ولكن في دواء شائع الاستخدام بيعطي طعم معدني يفرز الغدد اللعابية. يستخدمون بشكل مغلوط للإسهال. هو الفلاجيل، الميترونيدازول، ميترونيدازول بيعطي طعم معدني بالفم إذا استخدم. طبعا الفلاجيل لا يستخدم للإسهالات بشكل عام، لأنه هو صاد حيوي مضاد للهوائيات. ولكن إذا راح واحد عند الصيدلي قال له أنا مسهل بشيل بيعطيه فلاجيل أو بيعطيه نيفروكسازايد، هذا اثنين ما بيمشي الحال، غلط يعني. الإسهال بشكل عام نحن اتفقنا أنه غالبا الأسباب هي فيروسية، ممكن تكون يعني زنك سيتامول أملاح، تعود الإماهة مع الزنك. 5، يعطى للمرضى السكريين المصابين بارتفاع كوليسترول الدم فيخفضه ويخفض الـ LDL والـ Very Low DL ويرفع الـ HDL-C، ولكن يخشى من إحداثه لاكتيك أسيدوزيس حماض اللبني. ارتفاع سكر الدم الصيامي كتير هام، تعطيه لألون يمشي الحال، رخيص الثمن وبلاش يعني. في ملاحظة هامة، يمكن مشاركة الميتفورمين مع الإنسولين في النمط الواحد، قد يطور المريض مقاومة للإنسولين والميتفورمين يحسن حساسية المستقبلين للإنسولين مثل ما ذكرنا فوق بالآلية، يحسن من جواب الخلايا للإنسولين. إذن هو لا يزيد من إفراز الإنسولين، ولكنه لا يعمل إلا بوجود الإنسولين، حيث يزيد من استعمال السكر في المحيط. يعني هون يمكن استخدامه في النمط الأول إذا كان في شوية إنسولين عنده لسه. هلأ الخط الثاني، السلفونيل يورياز، هي مجموعة هامة جدا من الأدوية اللي نحن لازم نركز عليها كمان. وفي منها متوسط التأثير 6-12 ساعة، وطولة التأثير نص يوم ليوم، وطولة التأثير أكثر من يوم.
فالجليبيزايد أو الجليبينيز يعطي مقدار 2.5 ملغرام مرتين أو ثلاثة يوميا، هذا متوسط التأثير 6 إلى 12 ساعة بتبوظ السكر. طويلة التأثير مرة باليوم. الجليبين كلاميد كتير شائع استخدامه، الجليبين كلاميد. جليكلازايد هذا دياميكرون كتير شائع استخدامه، وأيضا جلميبيريد أيضا يستخدم أحيانا، وجليبونوريد كمان يستخدم، لكن أول اثنين هن أشع استخداما. أما الأدوية سلفونيليوريز مدة تأثيرها طويلة جدا أكثر من 24 ساعة، تعطى مرة واحدة يوميا. جليبينيزيد أو جليبينيزيد وكاربوتاميد، كاربوتاميد هذول ممكن واحد يستخدمون مرة واحدة باليوم. الاستعمال الأساسي مرضى السكريين اللي عندهم إصابة صار لأكثر خمس سنين، هذول بنقص عندهم إفراز الأنسولين. بداية الداء السكري يكون في نقص بحساسية المستقبلات مما يؤدي لزيادة إفراز الأنسولين، وبالتالي تعب في خلايا البتة يتراجع وظيفته بشكل تدريجي، وبعدين تتناقص في إفراز الأنسولين بعد العديد من السنوات، خمس سنوات وأكثر. لذلك يفضل هالأدوية على الميتفورمين في هذه الحالة. أما المرضى اللي بتطور عندهم داء السكري بعمر أكثر خمسين سنة، فكمان لازم تستخدم عندهم مشتقات السلفونيليوريز. ليش؟ لأني نفس الآلية صار سنوات، وبالتالي تعبت خلايا البتة من إفراز الأنسولين. سكر الدم الصيامي أقل من 200 كمان تستخدم سلفونيليوريا. غياب اضطرابات الشحوم الدم، لما في شحوم دم مضطربة غالبا الميتفورمين أساسي. مرضى غير البدينين البادي ماس إندكس أقل من 25، ممكن في زيادة وزن بسيطة أو متوسطة، يفضل استعمال أدوية الجيل الثاني لتأثيرات جانبية أقل، ويتم زيادة الجرعة تدريجيا حسب تحمل المريض. ما هي آلية التأثير؟ آلية التأثير بشكل أساسي هي انقاص إنتاج الجلوكوز في الكبد، وزيادة حساسية مستقبلة الإنسولين، وزيادة إفراز الإنسولين. شلون بيزيد إفراز الإنسولين؟ يحصل قناة البوتاسيوم الحساسة لمضخة الأيتيباز، انقاص إنتاج الجلوكوز في الكبد، وزيادة حساسية مستقبلات الإنسولين. واضح صح يا زملاء؟ ايه واضح. شكرا دكتور. اذا الزملاء الاعزاء التاثيرات، بنرجع من آلية التاثير. آلية التاثير طبعا كثير هامه، لازم واحد يركز عليها، لاني آلية التاثير يعني انا بحب اركز عليها، لاني بصراحه بالطب بشكل عام اذا الطبيب فهم الآلية الباثوفيزيولوجي والإيتيولوجي للدواء والفارماكولوجي، فما في داعي يحفظ بصم، بيحفظ بيفهم فهم، وممكن يحفظ بعض الشغلات. فكتير ضروري ان احنا نركز على الاليات المرضيه، اليات الانتاج، اليات عمل الدواء. يعني اليات عمل الدواء كتير هامه بالنسبه لي، بالنسبه لكم طبعا، بالنسبه لتطبيقه عند المريض، وايضا تطوير الدواء في المستقبل للشركات الدوائيه او حتى الاطباء المهتمين بهي الشغلات، عشان ما يصير حفظ بصم يعني. فالاليات لازم كتير احنا نركز عليها ونعمل في ادفانس ستيب عشان نوصل لمستوى مناسب من فهم ماده الادويه. زيادة إفراز الإنسولين وإنقاص إنتاج الجلوكوز في الكبد، وزيادة حساسية مستقبلات الإنسولين. بعض الشغلات غير مرغوبة للسلفونيليوريا هي تأثيرات جانبية أساسية تتعلق بنقص الصفيحات ونقص الكريات العادلات المحببة وتحسن الجلدي. بشكل عام هي بتزيد الوزن كيلو ثلاثة، ممكن يصير الفرط بإفراز الإنسولين، لأن هي هون قلنا زيادة إفراز الإنسولين، بالتالي ممكن يصير هبوط سكر الدم، ولازم نعرف ان اعراض هبوط سكر الدم تمر علينا، التعرق والتعب، وممكن ايضا الوسن، وممكن يصير تغير معي، وممكن يصير اختلاجات. يجب استعمالها بحذر في حال وجود قصور كبد او قصور كليه، لان تراكم الدواء كبديا او كلويا يؤدي الى مشاكل استقلابيه ومشاكل وظيفيه في هذه الاعضاء الحيويه، اضافه الى هبوط سكر الدم. من التاثيرات الجانبيه الاخرى مثل ما قلنا السكين راش او الرجي، سكين الرجي تحسس جلدي، وايضا نقص الصفيحات تروبوسيتوبينيا، وايضا نيتروبينيا ممكن يكون نقص محببات، وتوهج الوجه اذا مريض اخذ كحول. ما هي مضادات الاسباب؟ نحكي عن اهم اربعه. التحسس بشكل عام سواء كان السلفاميدات سواء الخفضر السكر ومضاد للجراثيم، قصور كليه او كبد شديد وليس خفيف، الحمل الارضاء المناطي، تسمم كحولي المزمن.
هلا في عنا دواء اللي هو جليبورايد. جليبورايد هو من أدوية الجيل الثاني، هذا بنحسن نعطيه للمرأة الحامل لأنه بيعبر المشيمة بشكل ضعيف، ما بيعبر بشكل كويس، مشان هيك ممكن يكون هو ألترنيتف للإنسولين أثناء الحمل، دواء بديل يعني بحالات معينة حسب استشارة الطبيبة النسائية والطبيبة الغدية. ما هي الانتراكشن، تداخلات انتراكتف بين السلفونيليوريز؟ ممكن يصير إزاحة من واقع الارتباط ببروتينات البلازما لكل من الساليسيلات والسيفناميد بسبب بعض التشابهات في التركيب. التداخل مستوى الاستقلاب الكبدي يزيد من الاستقلاب وبالتالي تسريع عملية الاستقلاب وتخفيف عرض ريفامبسين وفينتوين. ريفامبسين زملاء إذا ممكن حدا يعطينا استطبابين لاستخدام ريفامبسين. أكيد ممكن بالمعالجة الوقائية للسل. أحسنت، علاج للسل أحسنت. وأيضا الحمى المالطية. حمى مالطية أحسنت دكتور. استخدامه بالزمن الماضي لعلاج انتهاء المجاري البولية أحسنت بارك الله بك. الفينتوين، ما آلية عمل الفينتوين أو ماذا يستخدم لماذا؟ أدوية الصرع. نعم هو مضاد للصرع، نعم، ولا يؤثر على الوعي، يعطى بحالات ردود الرأس وحالات الاختلاجات التي يجب أن تحافظ فيها على الوعي بشكل عام. بيأكسل فينوباربيتال. فينوباربيتال يؤثر على الوعي سلبا مما يؤدي إلى تغيير الوعي. طيب التداخلات الكبدية الأخرى لتثبت الاستقلاب لكل من السيميتيدين والإريثروميسين والإيتوكونازول. السيميتيدين شو قالت عمله؟ رانتيدين حكيم أنتيستان. أنا مستقبلات واحد لاثنين. اثنين. لو. اثنين لواحد. أنتيستامين وان حكيم. نعم. الإرثروميسين. مايكروليدات من زمرة الإرثروميسين. إذا هو صاد حيوي. أعطينا استطباب واحد لألو. شو اسمه؟ التهاب قصيبات. أريترو. التهاب القصيبات الشعرية. استخدم حكيم بالالتهابات الجلدية، بيستخدم حكيم كثير هذا. أحسنت ممكن، وهو علاج أساسي في تدبير. تدبير السعال الديكي. طيب مين فينا يعطينا تأثير جانبي هام عند الأطفال إذا استخدمته عند طفل عمره أسبوع أسبوعين؟ شو ممكن يعمل معه؟ طفح جلدي حكيم. أكثر من ذلك حكيم يمكن يرقان. أكثر من ذلك يمكن يعمل شغلة جراحية. ممكن تضيق بواب ضخامي دكتور. أحسنتي دكتورة أحسنتي، تضيق بواب ضخامي قد يحتاج العمل جراحي. بالنسبة لتضيق البواب الضخامي احفظوا قاعدة الأربعات، احفظوا قاعدة الأربعات عشان طب الأطفال. أول شيء بيصيب بعمر 4 أسابيع أشياء ما يمكن، يصيب الذكور أشياء من الإناث ب4 مرات، وتكون سماكة العضلة البوابية 4 ملم وطولها 16 ملم والآن 18 ملم. تمام تمام حكيم الله يعطيك العافية. مين ممكن يعيدنا إياهم؟ الذكور أشجع من الإناث ب4 مرات، سماكة العضلة 4 ملي، طولها 18 ملي، ب4 أسابيع. أحسنت أحسن. إذا ننتقل إلى التداخلات الأخرى على مستوى إنقاص الأطراح الكلوي لكل من السلسلات والألوبيرينول. الألوبيرينول في ماذا يستخدم؟ داء البنوك، ارتفاع حمض البول بالدم. أحسن أحسن. ما أريد عمل الألوبيرينول؟
انقاص حمض اليوريك. ممتاز ممتاز. طيب حدا فينا مر عليه التسمم بالسلسلات؟ ما هي أعراض التسمم بالسلسلات؟ حماض استقلابي حكينا، بصير معه حماض من مرتفع الفجوة. ترتفع حكيم من وظائف الكبد الاس جي بي تي والال تي. احسن دكتور. اذا هل يحدث قلق تنفسي؟ ربما لا يحدث او يحدث. لا يحدث حكيم كمعاوضة. معاوضة، أحسنت أحسنت. طيب عشان يشاركوا الزملاء بدي من أحد الزملاء يقرأ لنا هذه الفقرة، المزايا والمساوئ، لأنها هامة جدا بالنسبة لهذا الدواء. من عند هون لهذا الجدول، حدا فينا يتبرع يقرأ لي، تفضل. المزايا المزايا: انخفاض واضح وسريع في جلوكوز الدم، رخيصة الثمن ومستعملة منذ فترة طويلة إذا امتلك معرفة واسعة عنها، ويمكن مشاركتها أيضا مع خفضات السكر الحموية الأخرى كميتفورمين أو مثبطات ألفا جلوكوزيداز. المساوئ: هبوط سكر الدم، التداخلات الدوائية، وزيادة الوزن، وتبدأ فعاليتها بالتناقص بعد عدة سنوات من المعالجة. شكرا جزيلا دكتور. إذا التركيز على المساوئ أكثر من المزايا بالنسبة للتدخلات الجانبية، المزايا تستخدم في الآليات الدوائية. إذا نبدأ. صوت واضح يا زملاء؟ أي واضح. نعم حكيم واضح. بالنسبة الزملاء الأعزاء، بالنسبة لمثبطات الـ DPP4، طيب هاي المثبطات أو هاي الأدوية هي عبارة عن أدوية هامة جدا، واستخدامها جيد جدا، واستخدامها يعطي فعالية جيدة، ويمكن فيها السيطرة على العديد من اضطرابات السكر. شو آلية عملها؟ الآلية شوي بدها تفكر، خلينا نقول نرجع للسنة الثالثة أو الثانية، بعض الإنزيمات مثل تثبيط إنزيم الدايبيبتيداي والبيبتيديز 4. فهو انت اذا نحن اخذنا الداي بيبتيدايل بيبتايد 4 بيبتيديز 4، فمن هون اجى اسمه دي بي بي 4، فالاسم طويل، داي بيبتيدايل او داي بيبتيديل بيبتيديز 4، فهي بتثبط هذا الانزيم بشكل اساسي، وهذا الهام بهالموضوع. الانكريتين تزيد هرمونات الانكريتين. فهي بتزيد هرمونات الانكريتين بشكل اساسي، فبتشتغل على جلوكاجون لايك بيبتايد 1، وايضا جلوكوز ديبندنت انسينوتروبيك بوليبيبتايد. فاذا المعلومه الاساسيه اللي احنا لازم نتذكرها هي الفئه الثالثه الحديثه جدا، تثبط انزيم اسمه الدي بي بي 4، وهو stand for what in English? Stand for dipeptidyl peptidase 4. المخطط الموجود عندنا هون انه ضمن المخطط الموجود عندنا بهي الدوائر او هي القطوع الناقصه، عم نشوف انه ما هي آلية عمل الجي ال بي 1
واحد هرمونات الانكريتين الجي ال بي 1 اللي هي جلوكاجون لايك بيبتايد 1. عم نشوف انه وجبه مثلا زوجي وجبه فيها دسم او بروتينات او سكريات او نشويات وصار فعال, فيصير غير فعال. كيف بيصير غير فعال؟ بيصير غير فعال لما نستخدم الدي بي بي 4, فهو بيصير رابط انتر اكتف وبيشتغل اكثر من 80% وبيؤدي ل طرح هاي المستقلبات على المستوى الكلوي رينال كليرنس. اهم المركبات السيتاغليبتين. السيتاغليبتين كثيرا ما يستخدم. الساكساغليبتين هدول الثلاثة وأشعوا هون استخدام عنا ستاغليبتين هون موجود بالمنطقة بيستخدم. تعطى مرة واحدة باليوم. هلأ ميزة الأساسية الثانية إذا كان مريض عنده بدانة فينا نوصفه مع الميتفورمين. طبعا الميتفورمين ما بينزل سكر الدم ولا بيعمل نوع من نقص سكر الدم, وإنما إن حدث فإنه قد يكون عائدة للستاغليبتين للستاغليبتين إذا استخدم. ويمكن كمان نستخدمه مع جليتازيونات, فبشكل أساسي بتعمل ضبط ممتاز لسكر الدم إذا استخدمت بشكل ثنائي. يجب ضبط المقدار عند المصابين بقصور الكلية وهذا مرتفع الثمن, ولا تنسى الستاغليبتين ما كتير غالي. أهم التأثيرات الجانبية هي ارتفاع التوتر الشرياني. هذا شغلة جديدة, أنه شغلة لازم نركز فيها, أنه إجا مريض عنده داء سكري وعم بياخد ستاغليبتين وإجا عنده ضغطه مثلا 18 أو 19 ما كان عنده ضغط بعد استخدام مثلا عدة أشهر, فلازم ناخده بعين الحسبان. إسهالات ممكن, والعدوى في السبيل التنفسي أيضا درست. هلأ مركز على ستاغليبتين. حركز على ستاغليبتين بشكل أساسي. استعمالاته السريرية يستعمل كمعالجة وحيدة أو بالمشاركة مع الميتفورمين مثل ما ذكرنا أعلاه, أو مع الجليتازيونات بالنبط الثاني. طبعا مقدار 100 ميلي جرام مرة واحدة باليوم. قليل التأثير مثل ما قلنا يثبت إفراز إنزيم DBP4 وبالتالي تبقى مستويات GLP1 مرتفعة. بيزيد من إفراز الإنسولين مثله مثل السلفونيليوريا 4, وبينقص بشكل واضح من جلوكوز بعد الوجبة الطعامية مقارنة مع البلاسيبو الغفل الدواء الغفل. وأيضا ينقص من إفراز الجلوكاجون هرمون رافع لسكر الدم ضد الإنسولين. ما هي فوائده الأساسية؟ لا يسبب زيادة في الوزن. يتحدث البعض عن نقص بسيط في الوزن. ينقص الهيموغلوبين A1C مقدار 1% أو نص. خطر حدوث ثبوت سكر دم نادر إلا إذا كان تشارك مع أدوية ثانية. جيد التحمل, يحدث أحياناً إمساك خفيف ودوار, مع أنه أنه ممكن يسوي شوية إسهالات بالفئة بشكل عام. هلأ في عنا ملاحظات هامة جداً, هي المشاركات الكومبينيشن بين السيتاغليبتين والميتفورمين. هذا دواء اسمه الجوناميت, وهو مستخدم بأمريكا من 2007 تقريبا. في مشاركة ثابتة تانية هي سيمفاستاتي مع سيتاغليبتين, وهي كمان لها اسم تجاري مستخدم بأمريكا من 2011, وهي اسمه جوفي سانك. هلا الفرق الاساسي وضح بين الفرق بين الاجونيست ريسبتور تبع جي ال بي 1 والمثبطات الدي بي بي 4, مواقع التاثير والعامل اللي عم ندرسه. بشكل عام يعني هذا الجدول فيه تاثيرات ياليه دوائيه هامه جدا. فاذا جينا المضاهيات مستقبلات الجي ال بي 1, موقع تاثيرها في البنكرياس وبيزيد من افراز الانسولين, بنقص إفراز الجلوكاجون, وبطئ فراغ السبيل الهضمي, وبيحفز مركز الشبع بالجهاز العصبي. الشغلة الجديدة هون نحكيها أنه يعني يحفز مركز الشبع في الجهاز العصبي. مركز الشبع في الجهاز العصبي أين يوجد الزملاء الأعزاء؟ مين بيعرف؟ المهاد الوطاء يشيع انه
في الوطاء أو في المهاد. إذن قد يكون في الأغلب في الوطاء. من يستطيع أن يأتينا في محاضرة لاحقة بمعلومة أدق عن مركز الشبع؟ مركز تنظيم الحرارة كذلك يقال أنه في الوطاء. حكيم، يمكن النواة اللوزية مسؤولة عن الإحساس بالشبع. النواة اللوزية أم مثلا حسين البحر؟ نعم. ما هو التأثير الأساسي لإخفاض سكر الدم؟ بالنسبة للGLP والريسبتور أجونيستس، فهي بتنقص سكر الدم بعد الوجبة الطعامية، وبعض التأثيرات على مستويات المصلية للجلوكوز الصيامي. أما DPP-4 inhibitors فتأثيره بنكرياسي هضمي عصبي. شو تأثيره على البنكرياس؟ بزيد إفراز الإنسولين ونقص إفراز الجلوكاجون. ما له علاقة بالسبيل الهضمي ولا العصبي. ينقص هو سكر الدم الصيامي وبعض التأثيرات على بعد الوجبة. إذن شكل الفرق بيناتهم بشكل أساسي أنه هو تأثير على السبيل الهضمي والجهاز العصبي. نشوف DPP-4، الفور ما له علاقة لا بالسبيل الهضمي ولا العصبي، أما الون له علاقة وبيحفز الشبع بالجهاز العصبي وبيفرغ إفراغ وبيبطئ إفراغ السبيل الهضمي. هلأ بننتقل لنحكي عن زمرة أخرى وهي الميجلينيتيدز، وهي أهم دوين أساسيات الريباجلينيدين والناتيجلينيدين. شو آلية عملها بشكل أساسي زملاء؟ آلية عملها أنه تحرض إفراز إنسولين تأثير أقل وضوحاً من السلفونيليورياز، لذلك لا يمكن مشاركتهما معا لتجنب خطر حدوث هايبوغلايسيميا، هبوط سكر الدم. تتميز بتأثير خافض للسكر قوي وقصير الأمد، تعطى لوحدها أو المشاركة مع الميتفورمين. مثل ما قلنا بنبلش بجرعة نصف واحد ملي جرام من ريباجلينيد ثلاث مرات باليوم. أكثر جمعة هي 4 ملي جرام ضرب 4 بأربعة قاعات الأربعات. أيضا بالأيام إذا التقينا ممكن نحكي لكم عن قاعات الأربعات بالعناية المشددة أجهزة التنفس الصناعي. وفي قاعة التنينات، قاعة التنينات وين نستخدمها يا زملاء؟ أحد بيعرف؟ قاعة التنينات، قاعة التنينات نستخدمها بشغلة جراحية براتج ميكل. نعم، تأخذ قبل الوجبات الطعامية بربع نص ساعة للسيطرة على الجلوكوز بعد الوجبة. يجب عدم تناولها إذا تم حذف الوجبة لأن بتنقص سكر الدم أو كان مردود طعام أقل 250 كيلو كالوري. تأثيرات غير مرغوبة، أهم شيء زيادة الوزن، بس بينزل سكر الدم بشكل معتدل، وممكن نرتفع الاي ال تي شوي، اي اس تي شوي، وممكن يصير اضطرابات بصرية عابرة ليس ذات أهمية، اضطرابات هضمية شائعة بكثير أدوية ما لها علاقة، ما يشغل هامة. الشغل الهامة أنه ممكن يزيد الوزن. مضادات الاستطباب هي أربعة: القصور الشديد، وأركز على السفير والشديد في الكلية والكبد، حمل الأرضاع أكيد، مشاركة مع السلفاميدات الخافضة لسكر الدم، والفيبرات. هلأ الفيبرات هي تداخل دوائي مستوى الارتباط بروتينات البلازما، وبالتالي إزاحتها وزيادة تركيزها البلازمية، وبالتالي الفيبرات نقص الشحوم بشكل كتير كبير، ممكن تعمل اختلاطات. ينصح بعدم استخدامها بعد سن 75 لعدم دراستها أو دراسة جدواها أو حدوث تأثيرات غير مرغوبة عند استخدامها. شو مزاياها الأساسية؟ نصف عمر حيوي طويل، عفوا قصير، نصف عمر حيوي قصير، فترة تأثير قصيرة، تسيطر على الجلوكوز إثر الوجبة الطعامية، تأخذ مع كل الوجبات الطعامية، هي مساوئة أنه يذكر مريض عن كل مرة يأخذ، هي شغلة صعبة، مطاوعة صعبة، أقل إحداث أن هبوط سكر الدم من السلفونيل يوريز، وحدوث تداخلات دوائية من زيادة الوزن، وهي يعني سعرها غالي. ننتقل الآن للحديث على جليتازونز. هي مركبات هامة، روزي جلوتازون كتير يستخدم، والبيوغليتازون كتير يستخدم في مناطقنا، ممكن تشوفون بعيادات الداخلية بشكل كتير كبير. ممكن نستخدمها لوحدة أو نعطي معها خفض سكر فموي تاني أو إنسولين. بعض الأطباء والعلماء يقولون أنه هي ممكن تكون بديل للميتفورمين إذا فشلت العلاج بالميتفورمين، فشلت محاولة علاج الميتفورمين أو وجود مضاد استطباء باستخدام ميتفورمين. لكن مشكلتها بدل الميتفورمين بتسبب زيادة في الوزن، أما الميتفورمين ينقص الوزن ويعمل وقاية من الإصابة. بصير زيادة نسيج الشحمي تحت الجلد واحتباس للسوائل، وهالشغلة سلبية جدا يكرهها المرضى والأطباء. تحدث تسمما كبديا. أول دواء اللي هو تروغليتازون تم سحبه من الأسواق الدوائية بسبب السمية الكبدية. بعدين لما جابوا روزيكلوتازون والأكتوس اللي هو البيوغلوتازون، هدول فعالين وجيدين بصراحة، وكتير منشوفهم بالوصفات. الآلية مثل ما موجود هنا على اليسار، بالنسبة للكبد عم ينقص مقاومة الإنسولين، عم ينقص إنتاج الجلوكوز الكبدي. بالنسبة للبنكرياس عم يعمل زيادة
بإفراز الأنسولين الكبدي البنكرياسي وبيزيد مستوى خلايا بيتا من جذور الانقراس في البنكرياس بالعضلات ونسيج شحمي ينقص من مقاومة الأنسولين ويزيد من قبض الجلوكوز وتحويله لشحوم بدل ما يرتفع سكر الدم. فآلية التأثير هي انخفاض المقاومة تجاه الأنسولين وبالتالي زيادة حساسيته، تنبيه المستقبلات في العضلات والخلايا الشحمية والكبدية، ويزيد من فعالية الأنسولين الدوراني. ننتقل إلى الجلوتيزينات والمقاومة للأنسولين. تنقص TGDS المقاومة تنقص من المقاومة تجاه الأنسولين، الآلية غير محددة بشكل كامل، يعني النون إتيولوجي could be. هي على شو بتأثر؟ بتأثر على البيروكسيزوم بشكل أساسي. بيروكسيزوم مين بيعطينا اسم مرض بيصيب البيروكسيزومات؟ بيروكسيزوم مين بيعطينا اسم مرض؟ حد بيعرف اسم مرض بيصيب البيروكسيزومات؟ بيروكسيزومات في أمراض استقلابية بتصيبها مثل إيش؟ في طيف دواء، طيف مرضي اسمه زيلوجر، زيلوجر سبيكتروم ديزيز أو سيندروم، له ثلاث أمراض أساسية، زيلوجر ديزيز وريفسوم ديزيز وإكس لينك ليكوديستروفي، دول شغلات تأخذهم بالاستقلاب إن شاء الله. فالبيروكسيزوم شيء هام جدا بالخلية، فهو مستقبل هرموني داخل خلوي نووي. إن ارتباطها هاي الأدوية الجليتازينات أو TGDS بهذه المستقبلات ينظم إنتاج الحموضة الدسمة الحرة. طبعاً اضطراب البيروكسيزوم شو بيعمل بشكل أساسي؟ بيعمل اضطراب بالحموضة الدسمة الحرة طويلة السلسلة جداً، اسمها Very Long Fatty Acid Oxidation Defect. اضطراب الحموضة الدسمة طويلة السلسلة جداً بالخلايا الشحمية طبعاً، يحدث اضطراب فيها واضطراب في استقلاب الجلوكوز، مما يؤدي إلى إذا كان هي آلية موجودة، ولكن وجود هذا الدواء بينظم إنتاج هاي الحموضة الدسمة وبينظم استقلاب السكر، وبالتالي بيزيد حساسية الإنسولين بالكبد ونسيج الشحمي والعضلات الهيكلية، فتقوى العضلات الهيكلية ويزداد النسيج الشحمي، وممكن يصير مشكلة بالوزن ولكن خفيفة، ولكن الكبد لا ينتج السكر إلى البلازما أو إلى الدم المحيطي فلا يرتفع سكر الدم. وقال بعض الأهل العلمي أنه يوجد تأثير بشكل ملحوظ على ارتفاع سكر الدم وفرط الإنسولين ومستويات الشحوم الثلاثية والخضاب الجلوكوزي هيموغلوبين A1C. لا يؤثر البيوغلوتازون على مستويات LDL، بينما تزداد مستويات LDL عند استعمال روزيغلوتازون. هي كمان معلومة هامة، أنه أغلب المرضى الحين معطيهم بيوغلوتازون، ما هو كان في مركب اسمه بيوميد تجاري، تزداد مستويات HDL الكوليسترول الشحمي النافع عند استخدام الجليتازون. مستويات TZD أو TZD TZD تعيد هذه الأدوية مثل البيوغلوتازون توزيع الشحوم من الأحشاء للنسيج تحت الجلد، وبالتالي قد يتراكم تحت الجلد ويسبب اضطرابات شكلية أو اضطرابات قد تكون تتعلق بارتفاع شحوم الدم أثناء التوزع. فأخذه من الأحشاء للنسيج تحت الجلد له دور في نقص سكر الدم. ما هي التأثيرات الجانبية غير مرغوبة؟ تحدثنا عن السمية الكبدية، ارتفاع ALT/AST، ممكن يزيد الوزن مثل ما قلنا، عم بيجي نسيج تحت الجلد عم تعبى شحوم، يترافق استحمالها مع زيادة خطر حدوث احتشاء القلب ولفية الناجمة عن احتشاء القلب، قصور القلب قد يحدث في حالات نادرة بسبب احتباس السوائل وارتفاع الضغط، يمنع استعمالها في حالة قصور قلب حسب تصريف نيها كلاسيفيكيشن التصنيف الثاني والثالث والرابع، فقر الدم ذو علاقة بتمديد الدم نتيجة احتباس السوائل، ويمكن أن تحدث إباضة عند النساء لا إباضيات، فهنا يمكن استخدامه كعلاج للPCO البوليسيستيك إيفري، وهو تأثير مرغوب ويمكن استخدامه علاجيا كما ذكرنا في تدبير المتلازمة متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. الروزيكلوتازون تم سحبه دول الاتحاد الأوروبي، ومن مزاياه الأساسية أنه يستخدم لوحده أو المشاركة مع أدوية أخرى، ولا يحدث هبوطا في سكر الدم حتى لو كان مع المورفين، ويعطى بجرعة أو جرعتين باليوم، بيرفع الـ HDL وبيخفض مستويات تريجليسيريد. الشغلات ما كويسة مثل ما قلنا، وبيحبس السوائل، بيعمل تراكم من النسيج تحت الجلد، بيجيب الشحم من الأحشاء إلى تحت الجلد، بيعمل وذمة محيطية، يحتاج عدة أسابيع لوصول مستوى مثالي، يزيد الوزن، وذمة في النطقة الصفراء، مراقبة ارتفاع مراقبة وظائف الكبد، ارتفاع LDL، وهو غالي الثمن. بنجي هلأ على الزمرة الحديثة نسبيا، وهي ليس لها تأثير على الإنسولين، وهي مثبطات الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2، اللي هو صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 اللي هو SGLT2، يثبت النواقل المشتركة للصوديوم والجلوكوز الموجودة في الأنبوب القريب خاصة، الأمر الذي يؤدي إلى منع عودة امتصاص الجلوكوز وبالتالي زيادة خروج السكر في
بول فتحدث بلا جلوكوزية، تعطى عن طريق الفم مرة واحدة، منها الإنبا جليفوزين والدابا جليفوزين والكانجا جليفوزين كانازين والإريترو جليفوزين، تعطى لوحدها أو مع المتفورمين أو مخدرات سكر أخرى. نقص سكر الدم نص لواحد بالمئة على الخضار الجلوكوزي أقصد هيموغلوبين A1C، وتنقص مستويات الوزن ومستويات الشحوم، وتخفض الضغط الشرياني، وبتحسن وظائف البطانة المعائية. هذه الأدوية أظهرت تأثيرات هامة جدا في الوقاية من الاختلاطات القلبية والكلوية بعكس سابقتها التي قد تحدث اختلاطات قلبية. التأثيرات القلبية إلى ما تعزى إلى تحسين استقلال الخلايا القلبية وتحسين وظيفة القلب من خلال إنقاص الحمل القبلي، حيث أنها تطرح الصوديوم في البول وتحدث إدرار حلولي، ذكرنا أنه يحدث بيلة جلوكوزية، وإنقاص الحمل البعدي عن طريق خفض الضغط الشرياني وتحسين الوظيفة الوعائية البطانية وخاصة الطبقة الوسطى الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تحسين الفاسكولار فانكشن. يحدث تعديل في اصطناع السيتوكينات وأيضا الأديبوكينز. الأديبوكينات والسيتوكينات أيضا يصير موديفيكيشن على التصنيع لها فابريكيشن، فبصير عندنا زيادة في تحمل الأعمال القلبية للجهد، وبالتالي يحدث إنقاص لعملية النيكروسيس والفايبروسيس بالهارت مسل. هلا الدواء اللي بدنا نحكي عنه بشكل أساسي هو الإنبا جليفوزين، وهو يثبت كما قلنا الإسجلات 2، يؤدي إلى زيادة خروج سكر في البول، يعطى عن طريق الفم مرة باليوم 10-25 ملغ مع أو بدون أكل. مرخص بالأمريكا 2014، ومن استخدامه في حال وجود أذية كبدية شديدة مثل ما لاحظنا، ليس علاقة له بالأذية الكلوية، يعني إذا كان شديدة أو لا، إلا إذا كان فيه حسب جلوكوز أو يعني معدل رشح الجلاميلر فلتريشن ريت اللي هو معدل رشح الكبي. فإذا كان معدل رشح الكبي أكثر من 60 ملي على الدقيقة ما بدأت عدد الجرعة، إذا كان بين 45 و 60 ما بصير نطع أكثر من 10 ملي جرامات، إذا كان تحت 45 تصفيه كرياتينين ما بصير نعطي الدواء. في الاند ستيج رينال ديزيز قصور الكلى النهائي او لعبيه من الديال الدموي يجب عدم استخدام الدواء. هلا ننهي الحديث، ما صارت الساعه 10، اذا في عندكم محاضره فينا نكمل ناخذ 5 دقائق ولا لسه ما ضل معنا وقت؟ اكيد محاضرتنا تبدا بالعشرة. الزملاء الأعزاء فينا ولا ما ضل معنا وقت؟ إذا ننهي عند هذا القدر، ونتابع في الجلسة القادمة إن شاء الله عند مثبطات الجليكوزيديز ألفا. شكرا جزيلا لإصغائكم، وصلنا على صفحة 17، ضل عنا 3 صفحات. عنده سؤال أو استفسار؟ الله يعطيك العافية حكيم، جزاك الله خيرا. سمعت الأدرينالين؟ حكيم الجهاز الودي بالأدرينالين له تأثير سلبي على خلايا بيتا في البنكرياس، يعني بنقص إفراز الأنسولين، وبنفس الوقت الأدرينالين بيرفع تركيز السكر في الدم. فنحن بنعرف ارتفاع السكر في الدم بيؤدي لتحفيز إفراز الأنسولين، فهون الأدرينالين عم يشتغل يعني أمرين بعكس بعض. نعم، ذلك يتعلق بمكان المستقبلات ومكان التأثير عليها، وحقيقة مثل ما ذكرت تماما حضرتك معلومتك دقيقة تماما. فممكن لو مثلا أنت في حالة شدة وارتفع خلينا نقول سكر الدم عندك يعني بالأدرينالين، فأنت قد ارتفع سكر الدم إلى مستويات معينة قد يؤدي إلى مثلا مثل ما ذكرنا إدرار حلولي أو بيلة جلوكوزية، وأنت في حالة الشدة لست متاحا للذهاب إلى مثلا الإدرار. وايضا في حاله الشده هرمونات الشده كورتيزون ايضا والادرينالين، الكورتيزون هو بشكل اساسي هو الذي يرفع السكر ويرفع الضغط، ايضا الادرينالين يرفع الضغط، الادرينالين ممكن يرفع سكر الدم ولكن في مرحله لاحقه بعد تاثيراته على الكبد وتاثيراته على العضلات، لان العضلات تحتاج الى اثناء الشده الى استخدامها بشكل كبير. مثلا نفرض واحد صار معه مثلا خلينا نقول حدا هجم على حدا خلينا نقول بسكين مثلا، او تعرض واحد لشده كبيره، فانت الان بحاجه الى تقبض الاوعيه الدمويه الجلديه، توسع الحدقه، يكون مستوى سكر الدم منتظم، فلا يرتفع بهذه السرعه بمستوى الادرينالين الارتفاع اثناء هذه الشده، وانما هذا يحدث في حالات اخرى معينه قد نتطرق اليها لاحقا.
ما شاء الله يعطيك العافية حكيم. يعني ممكن مثلا يكون عم يحتفظ الأدرينالين بالسكر للدماغ مثلا والأعضاء الحياتية، يعني بغض النظر عن العضلات والنسيج الشحمي. نعم 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 أحسنت. ليس الآن وقت يعني قصدي بالنسبة للأدرينالين بحالة الشدة وهرمونات الشدة اللي اعتبرناه، ليس الآن وقت مثلا تظبيط النسيج الشحمي أو تظبيط النسج الأخرى أو، وإنما الأولوية كما ذكرت حضرتك هو الدفاع والسيطرة والتحكم بالأنسجة الحيوية، وهي القلب والدماغ والكلية بشكل أساسي. الله يعطيك العافية. شكرا كثيرا للسؤال، سؤال الهام جدا يدل على فهم عميق للفكرة. إذا ننهي عند هذا الحد حتى تنتقلون إلى محاضرة أخرى، بالتوفيق إن شاء الله. تقبل الله صيامكم وصلاتكم وعانكم على الطاعات بجلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.